والآن أدعو السيد ستيفاني ويمبرد المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي لإلقاء كلمته. Allow me to welcome Country Director of the World Bank for Egypt, Yemen and Djibouti, Mr. ستيفاني ويمبرد. Please welcome when you would like to listen to your speech. Thank you very much, Your Excellency. لإلقاء كلمتك. شكرا لك صاحب السعادة رئيس الوزراء، سعادة الوزيرة رانيا المشاط، أصحاب السعادة الوزراء وشركائنا في محور وبرنامج وفي الواقع مصر هبة النيل بالنسبة للمصريين، وكلكم على دارة بهذه الجملة. وهكذا يبدأ الدستور بفكرة هذا الربط، هذا الربط بين التنمية والنمو. في مؤتمر الأطراف 27 وبعد عام نحتفل بعام من التنفيذ ونتطلع إلى عام آخر. أنا وشريكي نود أن نشيد بالحكومة المصرية وذلك لرؤيتها الكامنة في برنامج وافي وبالخطوات التي تحققت حتى الآن. العام المناخي في القلب من شراكة البنك الدولي الإطارية مع مصر. العام الماضي أتممنا مع الحكومة المصرية تقرير التنمية والمناخ القطري والذي تضمن على الكثير من الأفكار المتجسدة في نوفي، ورعينا الكثير من المشروعات الخاصة بمشروعات السكك الحديد مع وزارة النقل والتي تتضمن النقل الأخضر وسكك الحديد. وأنا سعيد بالتقدم المحرز ذلك في مشروع كرافت الذي يربط بين الماء والغذاء، وهو مشروع كما أوضحت السيدة دينا مشروع ناجح. وهناك الكثير من الشركاء الحاضرون هنا اليوم والمهتمين بتمويل مثل هذه المشروعات. في الواقع ندعم وصول مصر إلى التيكاف وتمتعها بتمويل مرفق الكربون ومساعدتها في ربط المحطات الطاقة الجديدة التي تساعد على الانتقال الجديد. نحن أيضا نساعد مصر في إعدادها مشروعات الاستثمار من أجل أن تتلقى تمويلات مشاريع المناخ، وندعم الحكومة المصرية لا سيما وزارة البيئة وهيئة الرقابة المالية من أجل أن تضع استراتيجية لسوق الكربون. فمثل هذه المنظومة من شأنها أن تجتذب الكثير من الاستثمارات العامة والخاصة للاستثمار في مجال تخفيض الكربون. إننا نشيد رؤية الحكومة المصرية وأحيي كذلك القيادة التي تحلى بها كل من زملاء المسؤولين عن المحاور المختلفة، وأشكر جهود القطاع الخاص. وبعد إعلان أن مصر هي هبة النيل بالنسبة للمصريين، فإن الدستور يضيف أن مصر هي هدية مصر للإنسانية، وهذه دعوة نحو الشراكة. ومدي أيدي الشراكة. في الواقع البنك الدولي يشعر بالفخر لأنه شريك في برنامج وفي